إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من الأعمال الصالحة التي جاء الإسلام بفرضها والأمر بها بر الوالدين، وقد أوصى الله بهما وأمر بالإحسان إليهما، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وخاصة عند كبر سنهما. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان بر الوالدين من احب الاعمال الى الله بعد الصلاه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله؟ قال: الصلاه على وقتها. قال: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء الاسلام بالتحذير من عقوق الوالدين وهو ضد البر والاحسان. وجاء الاسلام بالتحذير من عقوق الوالدين وهو ضد البر والاحسان، ومنه عصيانهما وقطعهما وعدم صلتهما. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقوقهما في الشرك بالله عز وجل. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهاده الزور. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم انه من اكبر الكبائر. عن ابي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله وحقوق الوالدين. وجلس وكان متكيا فقال: الا وقول الزور. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان عاق والديه لا ينظر الله تبارك وتعالى اليه يوم القيامه ولا يدخل الجنه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثا لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديون. وثلاثا لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. واعلموا أن بر الوالدين يكون في حياتهما بالإحسان إليهما والقيام بشؤونهما والتماس رضاهما، ويمتد البر لمن مات منهما بالدعاء لهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن برهما بعد موتهما أيضا الصدقة عنهما،
وصلة من يحبون. فعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه حمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يركون باليسير. فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الوالد أهله صلة الولد أهله لأبيه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.